هم مشردون ولكنهم أطفال لهم أحلام وطموحات يملكون العزيمة والإصرار على أن يغيروا حياتهم إلى الأفضل. على المعلم الشروب يا كلاب يا أولاد الكلاب. طب أنا عندي استعداد أساعد الولاد دول. تفتكر أول ما تروح لهم وتقول لهم أنا حاسس بيكم وعايز مصلحتكم هيصدقوك؟ لو عايز تصوري حاجة بقى أنا هديكي حاجة حلوة قوي تصوري. مش جاهز اللي ساكن هنا ملوش دعوه بالموضوع اصلا. يعني انتوا بقى شكلكم كده مسلمين. عايزاني اقول لهم نسمع حازم حنا ويعرفوا ان مسيحي ويقتلوني. هو في فرق في مصر بين مسلم ومسيحي؟ شهدت قريه الكشح بمحافظه سوهاج جريمه تعتبر دخيله على المجتمع المصري. احنا عايزين حقوقنا، عايزين ناكل ولادنا تاكل. ده مصنعنا ودي شركتنا، رزقنا ورزق عيالنا. يلا انت بتعمل ايه؟ الكاميرا دي اكل العشاء وراح يا باشا. كل ده علشان ببيع تماثيل وصور المسيح. فهالناس المصريون، حب لأخيك ما تحبه لنفسك. هالناس المصريون، الدين لله والوطن للجميع. على اعتبار أن أعضاء منظمة شبيبة الإسلام مسلمين ولهم الحق في مقاضاة كل ما يعتبرونه غير منصف بالنسبة للدين الإسلامي. عملت إيه بعد كده؟ ابتديت أتكلم مع الناس في البلد شوية شوية، ابتدوا يفكروا ويشوفوا انها حاجة غريبة قوي. وقلت لهم نفس الكلام اللي قلته الدكاترة، ان المنطقة فيها حاجة غريبة. احنا اصلا لسه مش متأكدين اذا كان المصنع هو السبب ولا لا. ياه، امال ليه ضربوا جمال لما راح علشان يشتكي المصنع؟ هو ده الراجل اللي انت مستنياه؟ اه ده جاد. ازيك يا وداد؟ مقتنعة ان المشاكل ما تتحلش الا بالسكات. ربيتها على كده. تعرفي ايه عن حالتي النفسية ولا اللي انا حاسة بيه؟ وانت في حد اغتصبك قبل كده؟ جوري من هنا، جوري من هنا. ده على اني هشوف حاجات عمري شفتها قبل كده. ده بيتفنن في الدخول على المواقع، وكل موقع يخش له بيبقى العم من الموقع اللي قبله. لا ما تحملنيش المسؤوليه لوحدي، انا شعوري بالذنب قاتلني.